السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اضغط الاشتراك ولايك ونكمل الحلقة. السلام عليكم، فوالا من احد مستشفيات الجزائر، هكذا رانا نوجهوا في الكورونا، هكذا رانا نوجهوا في الكورونا. هذا هو الطاقم المناوي، وشوفوا كيفاش رانا نوجهوا في الكورونا، هذه كيفاش رانا نوجهوا في الكورونا. يا خويا دور نعطيكم وصايا، الشعب الجزائري اقسم بالله، احنا رانا هنا على جالكم. بارك الله فيك. كيما رانا نديروا على جالكم، خذوا من الراي وديروا على جالنا، يرحم والديكم، ريحوا في الدار، ريحوا في الدار. ريحوا في الدار، والله ما يلعبها. ماشي لعبه. والله ما يلعبها، محمد لابارول ديالك خويا. واش عندي واش نزيد فوق ما قال السي؟ سي بون خلاص. ايزومون ستريك. معليش دوكا خليني نهضر انا، دور لي ليا. السلام عليكم. راكم تشوفوا هذا هو بريميرمون، معليش هذا شغل نورمال. هذا هو الطاقم المنوي الخلطي، وهذه هي لاكارت. نهضروا دوكا ديركت، حنا من الناس اللي صوتنا وخفنا على البلاد ومشينا في الاطار اللي لازم، ما كاين باضات، ما كاين حتى ما كاين حتى موان باش نواجهوا هذه الازمه، باش كاينش بروتيكسيون، ما كاينش باش نكونوا في الصوره. والله ما كاين حاجه باش هذه الباضات شي طروازر، شي ثلاث سوايع فقط رانا بها، من الخمسه راهي العشرة، صافي سي بون اللي في تاعها راح. مقبل جانا ان باسيون باش ما ندخلوش في امورات فيه كامل ليسين تاع كورونا. خالتي حنا الكور باراميديكال بحطونا فاس فاس مع الكورونا، خرجنا فاس فاس مع الكورونا، حنا اللي رانا نواجهو وما عندنا والو. ليغون عطاونا دو باف، قالوا لنا اللي خدموا بهم عندنا بابات وحده، يرحم بابكم هكذا ماشي هذا. ماشي بالدرجه الصحه ان شاء الله، برك تكون هذه الرساله تلحق الوزير الصحه ان شاء الله، وان شاء الله كاعنا هاد الازمه هادي ربا ضر نفع باش يعاود يشوفوا هذا القطاع اللي راهو ما كانش خالتي، باش نكونوا في الصوره تحت زيرو. واحد ما يكذب عليكم، راه اذا مشات الازمه قسما بالله غير تاكل كلش، صح والله غير تاكل كلش. لهذا حنا يا الشعب الجزائري ان شاء الله برك عاونونا، عاونونا في الحجر الصحي. يكذب عليك ما كاين والو، لو كان صرا لا كريس خالتي والله غير ما كاين حاجه باش نواجهوها. على الاقل على الاقل على الاقل اغسلوا يديكم، ايفيتو التجمعات، والله راني شغل نصيحه من خوكم، ايفيتو التجمعات وسيو الماكسيموم، ما تلاقاوش بالناس، شدوا ديوركم يا ناس، الحاله ماهي سهله. اذا مشات والله ما عندنا باش نقابلو، رانا في القطاع حنايا هكذا، ودعوا لنا معاكم برك باسكو الحاله ماهيش مليح. السلام عليكم، بارك الله فيك خويا، الله يعطيك الخير.